هذا السائل محمد يقول: أسأل فضيلة الشيخ عن موقفين أو عبارتين قرأتهم في أحد الكتب. عبارة: لقد أجرنا من أجرت يا أم هانة، ما قصة ذلك مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وسلم. أم هانة هي بنت أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم. في عام الفتح لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فإنه قال: من دخل بيت العباس بن عبد المطلب فهو آمن. ودخل رجل في بيت أم هاني فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا قد أجرت هذا. قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. نعم.